السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف بإذن الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض بلاتو مشكل بحشوتين مالحة وحلوة. كان جاتني كتير طلبات، يعني الأخوات اللي منين نزلت هذا العجين، واش ممكن نحضروا به حشوات حلوة؟ ممكن يعني تحضروا به، ويعني جميع ما يحضر بالعجين المورق ممكن تحضروه بهذا العجين. انا فايت اللي عملت به بالمي وطلعت به غزاله. اليوم ان شاء الله غنديروا جوج حشوات خفاف ظراف سهلين وغير مكلفين، وتيجيو شهوه منهم. نتمنى هاد الاقتراحات اللي غادي نعطيكم اليوم تروقكم، تنال استحسانكم ورضاكم، تجربوها في بيوتكم وتاكلوهم بالصحه والهنا. اول شيء غادي نحضروا العجين مع بعض. ممكن تعويض الماء الغازي بالماء العادي، ممكن غير هو الماء الغازي يعني تيساعد في توريق العجين، والماء الغازي والزبدة يعني خصهم يكونوا باردين أيضا حتى الخل. هنا على 500 غرام ديال الدقيق، وضعت معلقة ديال الخل، جوج معالق كبار ديال الزيت، نص معلقة تقريبا ديال الملح. وفي إناء غادي ناخد هذيك الحبة ديال البيض، يعني حاولوا أن المكونات كلهم يكونوا باردين مزيان، وكأس ديال ماء غازي بقياس كأس العنبة 150 مليلتر ديال الماء غازي. غادي نخلط هاد المكونين مع بعض وغادي نخليهم على جنب. يعني كيف كتعرفوا هاد المكونات باردة؟ كتساعد في العجين، في إنجاح العجين. هنا كنبسو شوية داك العجين بديك الزيت وداك الخل. هنا اعتمدت الزبدة ديال مارغارين، هنا خديت ماماتي 250 غرام ديال الزبدة اللي كنبداو نوضعوها في الدقيق ونحكوها في هاد الحكاكة الغليظة بهاد الطريقة حتى كنكملو يعني الزبدة ديالنا كاملة، يعني حتى كنكملو الكمية ديال الزبدة ديالنا كاملة بهاد الشكل. بعد ما كنحكو الزبدة كنبداو نرملوها بالأصابع وكأننا كنلبسوها بالدقيق، يعني غير هكذا بأطراف الأصابع كنبداو نرملو داك الدقيق ونمعكم ديك الزبده في الدقيق وكاننا كنلبسوها بالدقيق. غادي نوضع حفره في الوسط، غادي نوضع فيها المزيج ديال البيض والماء الغازي، وغادي نبدا نجمع العجين ديالي بدون دلك، غير باطراف الاصابع يعني بلا ما ندلكوه. وكيف قلت لكم يعني حسب نوعيه الدقيق، اذا جاتكم الخليط حسيتوا به يعني خفيف غتضيف واحد شويه معلقه مثلا ديال الدقيق حتى كتحصلوا، لان شويه خص العجين يجي قابض. واذا حسيتوا به ما تجمعش غتضيفوا معلقه ديال الماء اولا الماء الغازي. يعني كنبداو مستمرين بهذه الطريقه وحنا كندخلوا ديك الكميه ديال الدقيق، يعني حنا كنجمعوا العجين ديالنا بهذا الشكل بدون دلك غير كنجمع. وهنا كيف شتو انا يعني حشو باقي خاصو لهذا، ضفت ليه واحد المعلقه ديال الماء غازي. صافي حتى كنلموا العجين ديالنا، يعني تيجي عجين سهل في التحضير ديالو في المتناول، يعني ما فيهش تمارة ما فيهش يعني داك هذا، وتيعطي نتيجة زوينة. وانا فايت لي نزلت لكم عجين مورق اخر يعني تا هو ايضا تيجي رائع. بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نوضعو فيلم اليمونتيغ، ومن الاحسن خليوه يبات. انا فقط خليته هنا واحد 3 4 سوايع وبديت كنخدم به. هنا في كاسخول وضعت واحد جوج حبات ديال التفاح اللي قطعتهم مكعبات، معلقه صغيره ديال الزبده، غنضيفوا ليها سكر سنيده كيبقى حسب الذوق، واحد معلقه كبيره ديال سكر سنيده، هذه غير معلقه صغيره يعني معلقه كبيره ديال سكر سنيده. وغادي نضيفوا لها واحد نص معلقه ديال القرفه، وغادي نوضعهم على النار يتشحروا يتعسلوا. هنا هو التفاح ديالنا، هو وضع على النار بدون اي اضافه حتى شي حاجه يعني باش كيتعسل. وهنا في مقلاه واضعه واحد الحبه كبيره ديال البصل، وضعت لها واحد العلبه ديال الفطر مقطع معلب، وشحرتهم مع بعض مع رشه ديال الفلفل الاسود ورشه ديال الملح. بعد ما تشحروا لنا غادي نضيف لهم الجبن، اي نوع من الجبن عندكم، تقريبا واحد الحفنه ديال الجبن ومعلقه كبيره ديال الربيع مقطع. صافي كيجيو الحشوتين بجوج يعني كيف شفتوا غير مكلفين، وتيجيو لذاد ورائعين. بعد ما وجدت الحشوات خديت العجين ديالي وفي سطح العمل كنرشوه بالدقيق،
هنا قسمت العجين باش يسهل عليا التشكيل ديالو. وبالنسبه للعجين يعني ما غترقوهش بزاف، اذا بغيتوا التوريق يجيكم باين غتخليوه شويه غليظ يعني حتى ل 5 ملم، واذا بغيتوا انا ما كيعجبنيش يكون يعني هذا غليظ بزاف خليته فقط ديك 3 ملم وبديت في التشكيل ديالو. خديت هذه القطاعه الدائريه بهذا الشكل، ممكن تعتمدوا اي حجم نتوما كتبغيو، انا درتهم شي شويه صغار. غادي نصاوب بهم لي شوسون مالحين، غادي نبداو بالحشوه المالحه وعاد نتبعوا لها الحشوه حلوه. شفتوا السمك ديال العجين يعني ما خليتوش غليظ بزاف، وعاود ما ترقوهش صافي. وهذه هي الطريقه باش كنجمعوا العجين، يعني كنبقاو دائما غير كنلموا. وجدت الدوائر ديالي، غدا نبدا نوضع فيهم الحشوه في الوسط وما تكتروش يعني باش ما تخرجش لكم الحشوه من الجوانب صافي. كنبدا ندفع بالحشوه للداخل وكنقفل، ما تقفلوش من جناب يعني شوفوا البلاصه فين انا كنضغط باش يجي التوريق باين، يعني بهذا الشكل كنقفل وفي نفس الوقت كنشكلوا لي شوسون ديالنا. وغادي نكملوا ليه التزيين بالسكين بهذه الطريقه ونتقبوهم بالكوردون باش ما يتنفخوش. غنعاود معكم وحده اخرى بنفس الشكل، يعني الحشوه ما تكتروش الحشوه باش ما تخرجش من الجوانب، خاصه انا هادو درتهم صغيورين دي شوسون صغار صافي. كنبقى نضغط بالاصبع ديالي على الحشوه وانا كنقفل في العجين في نفس الشكل وكنكملوا التزيين ديالو بهذا الشكل. الشكل الثاني اللي غادا نديروه دائري، هذا الشكل يعني الا كتذكروا واحد الشكل ديال القبعه كان يعني شحال هذا كان في الحلويات وايضا حتى في لي شوسون. هنا ما درتهاش قبعه فقط درتهم دائريين بهذا الشكل، جوج دوائر. كنوضعوا الجوانب يعني كندهنوهم بالبيض والحشوه في الوسط وكنوضعوا الدائره الثانيه وكنبداو نضغط بهذا الشكل، يعني ما كنضغطش في الحواف، كنفوت الحواف عاد كنبدا نضغط باش كنقفل المملحه ديالي. وغادي نكمل هذا التزيين بالسكين بهذا الشكل، وبنفس الطريقه ايضا غادي نتقبوها بالكوردون باش ما تنفخش. ممكن تقبوهم حتى من الاسفل. غنعاود معكم وحده اخرى، يعني كناخذوا دائره كندهنوا الحواف ديالها بالبيض، هذا بيض مخلط، وغادي نوضعوا الحشوه في الوسط وكنوضع عليها الدائره الثانيه وكنبدا نقفل بهالطريقه. وهذه يعني حشوه اقتصاديه وكتجي لذيذه، ممكن تضيفوا لها طونه او كفته وفقط غير هكا راه كتجي لذيذه صافي. وغادي نبقى مستمر حتى نكمل يعني القياس اللي بغيت ديال هاد المملحات بهذا الشكل. وغادي نوضعهم يعني هنا التزيين كنزين دائما بسكين الحواف بهذا الشكل، وكنتكب الكيردون باش ما تنفخش يعني ويتحلوا لنا في الفرن. ممكن يعني تعملوا وريضات من العجين وتزينوا بهم هاد دفر فادة، ممكن يعني كيجي شكلهم ايضا جميل. انا فقط وضعتهم عاديين يعني خليتهم عاديين قبل ما ندخلهم الفرن، يعني من بعد ما استفتوا في اللاطه يعني كتعاودوا تثبتوا بانهم راهم مقفولين بشكل جيد باش ما يتحلوش لينا في الفرن صافي. وغادي ندهنهم بالبيض، هنا بيضه مخلطه مع شويه ديال الخل. رشيت هادو اللي على شكل قبعه رشيتهم بزريعه البافو او لزريعه الخشخاش، والاخرين رشيتهم بالزنجلان، وكندخلوهم الفرن ساخن يعني مسبقا يكون ساخن مزيان، ومن بعد كنخفضوا الحراره 180 درجه النار غير من الاسفل حتى كيتنفخوا، عاد كنشعلوا عليهم يتذهبوا من الوجه ويكملوا الطهي ديالهم. هذا الشكل يعني قطعت العجين مربع وضعت لي شوسون على شكل مربع، هادو ايضا تيجيو رائعين بهذا الشكل المربع. يعني كنوضعوا الحشوه بنفس الطريقه كنقفل، وغادي نزينهم ايضا بالسكين هكذا في الحواف، وغادي نتكهم بالكوردون باش ما يتنفخوش لينا في الفرن. واكتفيت بهاد ثلاث اشكال في المالح. دابا غادي ندوزو لتحضير الاشكال الحلوه، يعني كنشدو المربع يعني قسمت العجين مربعات بهذا الشكل وكنتنيوها على هاد الطريقه، وكنحاولوا يعني وكاننا كنعملوا مربع اخر، ولكن راه غير جوج القنات اللي كيكونوا محلولين وجوج القنات كيكونوا مسدودين، يعني دائما دوك المتقابلين جوج كيكونوا محلولين وجوج كيكونوا مسدودين بهالطريقه، بحال كنحصلوا على مربع وسط مربع.
غادي ندهن الحواف ديال المربع الوسطاني يعني هكذا غير الحواف بالبيض باش نثبت فيه هذوك الاشرطه. كنظن ان الصوره واضحه وهذا الشكل ايضا راه معروف. وممكن تعتمدوا حتى الحشوه مالحه يعني كيجي بحال الفولوفون تماما يعني كيجي في الحشوه المالحه ايضا كيجي رائع. صافي تكيت شويه الوسط بسكين وضعت فيه مربى المشمش، اي مربى عندكم سواء ديال الفراز ولا ديال المشمش، وزينتهم بحبات من زبيب المغسول بطبيعه الحال. يعني المربى في الفرن تيتعلق وتعطي واحد الطيبه واحد المذاق رائع لهاد الحشوه حلوه. هنا ايضا قطعت العجين على شكل مستطيل وضعت فيه هذاك التفاح المعسل صافي وكنقفلوه بهذا الشكل. وغادي نزين ايضا الحواف ديال العجين بالسكين ونتكوه بالكيردون عادي جدا يعني صافي. وغادي نوضعهم في اللاطه. هادو هما الحشوات الحلوين اللي وضعت يعني التفاح وهادوك ديال المربى كي شفتوا يعني حشوات اقتصاديه وتيجي ولداد ورائعين. دهنتهم ايضا بالمزيج ديال البيض مع الخل. وبالنسبه لدهن هاد المملحات يعني ممكن دهنهم هذه كمرحله اولى وفي نصف مرحله سته يتخرجوهم من الفران وتعاودوا تدهنوهم اذا بغيتوا يجيكم اللون اغمق. ورشيتهم بالزنجلان وبنفس طريقة الطهي. الفرن يعني يكون ساخن مزيان، كتخفضوا الحرارة 180 درجة النار غير من الأسفل حتى كيتنفخوا، عاد كتشعلوا عليهم من فوق والتحت يعني كيكملوا الطهي ديالهم حتى كياخدوا هاد اللون الذهبي. يعني شفتوا التوريق ديالهم كيفاش تيجي. هذه أنا غلطت العجينة، إذا بغيتوا تغلطوا العجينة راه غيجيكم التوريق باين. أنا يعني كيعجبني هاد القياس كيجيني عبار وكيجيني زوين. وهذه هي القرمشة يعني كيجيو مقرمشين وهشاش في نفس الوقت. واحد الاخت كانت قالت لي ما كرهتش نشوف نسمع القرمشه يعني، وهذا هو التوريق ديالهم. واذا بات العجين يعني اذا كل ما طال هذا كيجي مرق احسن من هكذا. هادو ديال التفاح يعني تحلوا ليا شي شويه في الفرن، كنزينوهم يعني كنغبروهم شويه ديال السكر الثقيل باش كنميزوهم ما بين الحشوه المالحه، وهادو هما المالحين. وهذا هو الشكل ديالهم في البلاطو كيف شو انا غبرت هذوك الحلوين بسكر ثقيل. تيجيو رائعين يعني في المذاق ديالهم وكيجيو هشاش ومقرمشين. واللي كتبغي قرمشه اكثر يعني تخليهم توفي لهم الطياب اكثر كيجيوك خوسيون اكثر من هكا. وهذا هو الشكل ديالهم نهائي. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم تروقكم تنال استحسانكم ورضاكم، تجربوها في بيوتكم وتاكلوها بالصحة والهنا. وان شاء الله غادي يكونوا تحضيرات اخرى مع حشوات اخرى مستقبلا باذن الله. واذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم كالعاده ما تنسونيش بدعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك وانضموا للقناه ديالي وشكرا للمتابعه.